كتير بيستفزني بعض الأجوبة لما بتسأل شخص ليش عملت هذا التصرف أو ليش أخذت هذا الخيار أو هذا الطريق. بيعطيك أجوبة مثل كل الناس عم تعمل هيك، كل الناس عم تساوي هيك، كله عم يخون، كله عم يكذب، كله عم ينصب، كله عم يستغل. بيجي بيعطيك آلية دفاعية تبع مو بس أنا عم بعمل هاي الأشياء، في كتير غيري ناس عم يعملوا. مختلفنا أنه للأسف هاي الأيام صارت الأعمال اللا أخلاقية شائعة أكثر من الأعمال الأخلاقية، لكن هذا الشيء ما بيعني أنه هي الصح. بهي الحالة لما الشخص بيحاول يبرر أي تصرف أنه في كتير ناس عم يعملوا، هاي آلية بيلجأ للعقل اللاواعي لحتى يعمل تبرير أو إسقاط حتى يخفف من وقع الموضوع على الشخص، لأنه الشخص بيعرف كتير منيح أنه هو ماشي بالطريق الخطأ، فقط هو عم يحاول يجمل الأشياء بحيث يقول أنه كل الناس هيك عم تعمل. خليني أذكركم أنه الذباب بيتجمع بكترة حول فهمكم كفاية. تذكر، الكارما لا تهتم بتقليدك لغالبية الناس، الكارما تهتم بالنوايا.